أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن لدى فرنسا مؤشرات على أنه تم استخدام سلاح كيماوي في إدلب شمال غرب سوريا، ولكن لم يتم التحقق من ذلك بعد. وقال لودريان أن الولايات المتحدة هددت بأنها ستتخذ من حلفائها ردا سريعا ومناسبا في حال ثبت استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية، مضيفا أنه ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا كان نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة وسيرد حلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب.